بعد العملية قعدت كده في عدم تركيز مثلا كذا سنة، لحد 23 24 يعني، غالبا من 19 ل 24 كانت فترة غريبة قوي، كانت فترة ملخبطة بالنسبة لي. كل ده عشان خاطر الحادثة وعدم قدرتك على انك كنت تمشي كويس. بصي هقول لك حاجة كمان، انا لما بفكر اكتر بشوف انها نعمة برضو. ليه؟ لان انا كنت خالقة لنفسي نفس موازية، او خالقة لنفسي شخصية بيرسونا كده علشان اتعامل بيها، بس انا ما كنتش بتعامل مع نفسي. يعني كل الأنشطة اللي انا كنت بعملها وكل الناس اللي كنت بقابلهم في المدرسة انا مش بفتكر منهم 80%، لانه انا ما كنتش موجودة بشكل حقيقي. انا كنت كنت خالقة مؤدية بالظبط، خلق حاجه شخصيه عجباني، وهي ده الايمج اللي انا عايزه اوصل لها. فالايمج دي اتكسرت، فاضطريت اتعامل مع نفسي، واضطريت الشخصية الحقيقية ابدا اتعرف على نفسي. ابتديت يعني، فده في بركه برضو، انه ساعات الواحد بيشوف الحاجه في وقتها بتبقى شكلها صعب، بس كل ما الوقت بيعدي بتكتشف انه كل حاجه ليها بركتها. انه يمكن ما كنتش هيبقى عندي اختيارات مبنيه على رؤيه حقيقيه لو كنت فضلت في الحتة دي، كنت هفضل أعمل اللي المجتمع عايزني أعمله، كنت هفضل أعمل اللي الناس شايفينه صح اللي أنا هعمله لهم عشان. لكن الحادثة خلتك تبقي أقوى. الفترة دي اللي أنت الشخصية اللي أنت كنت معجبة بيها دي مش حنين، بس في حاجات بحب أستلهمها منها، يعني بستلهم منها إصرارها على الحاجات. فكرة إن أنا ما كنتش بفكر في أي حاجة غير اللي أنا عايزاه، وبكم يعني بحاول أوصله بشطر الطرق. التجربة دي خلتك أقوى في اتخاذ القرار، مش شايله هم. واضح ان وانت في الثانوي كنت بتعملي اللي يرضي الاخرين بالظبط، فبالتالي عشان ترضي الاخرين فانت شايله همهم بالظبط. لكن ما بعد الحادثه وانت في مرحله الجامعه قررتي انك ترفضي لكل الناس. بس شلتي همك بقى، انت اكتشفتي ان انت ملخبطه كفايه، فانت بقى خلاص انت بقيتي غايصه جوه نفسك، فبقيتي برضو ايه اللي خلاكي ملخبطه؟ اظن ده طبيعي، لانه في سن كده البني ادم لو هيبقى صريح مع نفسه او هيحاول يبقى واضح مع نفسه، هو سن العشرينات بالنسبه لي هو سن ملخبط كله. يعني انا بشوف انه لما بتفرج على نفسي في العشرينات، لا كان غلب رهيب، يعني مرحله كده ما بتبقيش عارفه لا انت كبيره ولا انت صغيره ولا انت فاهمه ولا انت مش فاهمه. يعني نفس الاحساس بتاع 100 وش اللي هو لا قريب ولا حبيب نفس لا بالعكس، وقتها الناس كتير وزملاء كتير، وبعمل مسرح وبشتغل 60 شغلانه، بس في الاخر ما حبيتيش في المرحله دي؟ لا طبعا حبيت، امال ايه؟ لا طبعا عشانات، ما هي بس برضو هرجع اقول نوع الحب. يعني ما هو علشان انت، انا بتكلم من موقعي هذا بعد كل هذه السنين، علشان تحب انت لازم تبقى موجود وحابب نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين نبتدي نتواصل مع حد تاني. انا ما كنتش لاقيه نفسي، كنت ضايعه اساسا، يعني كنت ملخبطه، مش ما في حاجات، عارفه اللي هو اهلك بيقولوا لك حاجات والمجتمع بيقول لك حاجات وانت عندك احساس بحاجات وعندك احلام بحاجات. اديني مثلا عشان اعرف افهمه اكتر. يعني انت بتتكلمي في 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 المطلق، اديني مثلا تضارب الاحاسيس بينك وبين اهلك وبين المجتمع. اديني مثلا لحاجه زي كده. مش عارفة، أنا مش شاطرة قوي إن أنا أحط الحاجات على الأرض، يعني أكتر بتكلم. يعني هقول لك مثلا مثال، لا مش عارفة، ممكن ما أعرفش أقول مثال. هل مثلا طريقة تفكير أنت عايزة تلبسي بطريقة معينة، المجتمع عايز طريقة معينة، الأهل عايزين طريقة معينة في التمثيل مثلا، الحلم، طريقة الحلم والاختيار المستقبل، السفر، الشغل، ايه كان الخلاف؟ لا مش خلاف، هي او اختلافات وجهة النظر، مش خلاف اسري. انا فاهمة قصدك، هي مش بس اي خلاف، فكرة ان انت بتبقي، يعني اللي انا كنت حاساه وقتها ان انا كنت عايزة ابقى انا، بس انا مش عارفة مين انا لسه، يعني وما فيش حد مساعدني قوي ان هو انت عرفتي انا مين؟ والله هتضحكي عليا، بس انا لسه بعرف، يعني لسه بعد الاربعين، بعد الاربعين ابتديت اروق كفاية ان انا اكتفي بنفسي وانبسط معاها ولا اخجل منها او من نقاط ضعفها او من مشاكلها. بس ما اقدرش اقول برضو ان انا يعني عارفه نفسي 100%، مش عارفه، ما اظن. ايه اللي مخليكي مركزه مع نفسك قوي؟ يعني بمعنى انا الوحيده اللي يعني ايه اللي مخليكي مركزه انك تفهمي نفسك قوي، تخشي في العمق قوي؟ ليه ما تستمتعيش من فوق بالشيء اللي انت مبسوطه منه،
فكره إن اللي انا عايزه افهمك انك تركزي قوي وتخشي تقري نفسك من جوه، ده هيخليكي دايما دايما صعب يعني مصعباها على نفسك. لا والله خالص بالعكس، مش بتفكي بسهوله. اه لا ده حقيقي طبعا، صح؟ مش بتفكي بسهوله، مش بتتكلمي وتاخدي، انت ظريفه ودوده مع اللي يجي يكلمك، لكن من كتر ما انت مركزه مع نفسك مش، لا بس هو ده طبع خلاص يعني. انا فعلا مش شخص اجتماعي قوي. دي حقيقه فيا، بحب بستمتع اكتر وانا قاعده لوحدي او قاعده مع حد وان تو وان بنتكلم كلام له معنى او له فايده. كل سمول توكس ماليش فيها خالص، بزهق قوي. بس ده بقى يعني دي طبيعتي اللي انا بقيت متقبلاها، اللي انت بقيتي عارفاها خلاص متقبلاها. بتحبي ايه في نفسك؟ اكتر حاجات بتحبيها في نفسك؟ اكتر حاجات بحبها في نفسي موضوع التعمق ده، انا بحبه يعني. في الاخر انا ممثله وعقرب، والممثل هو شخص لازم يبقى فاهم النفس البشريه او بيحاول يفهم. ممكن ابقى متعمقه بس مش ابقى متعمقه عارفه بريد يعني، متعمقه مش عارفه اشرحها لك. انا متعمقه قوي. متعمقه قوي اللي هو يعني تفصيل وتفصيل التفصيل. أيوة ده حقيقي. التفصيل ده حقيقي. انت عارفه كنت لسه بتفرج على مسلسل اسمه مانك. مش عارفه انا بحس ان انا في وسط التمثيل عامله زي جو مانك كده يعني. في اللي هو الغرابه والفكر المختلف وبتاع، ويمكن يعني دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى شويه الاحساس الاغتراب هو اللي ممكن شويه يضايق، لكن غير كده كل حاجه تانية جميله.